وتكريماً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد منحت جامعة بلغراد إحدى أهم المؤسسات التعليمية في صربيا درجة الدكتوراه الفخرية إلى السيد الرئيس، تكريماً لجهود سيادته التنموية داخل مصر، وكذلك لنشر فكر وثقافة السلام والتعاون والبناء إقليمياً ودولياً. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كل من رئيس جامعة بلغراد ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية وأعضاء مجلس الجامعة أعربوا عن الفخر إزاء تشريف السيد الرئيس للجامعة، مؤكدين أن قرار منح السيد الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقاً من دور سيادته في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء، وذلك بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أطلقها سيادته على المستوى الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي بادر بإطلاقها وتشييدها في شتى قطاعات الدولة، وساهمت بشكل بارز في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين وإعادة رسم الخريطة التنموية لمصر.